مبكرة بفكرة البديلة، وهي يجب أن تكون حرية التعبير في العالم منظمة بالقوانين. سبق أن فسرت ماذا أعني بمنظمة، ونلاحظ أني تعمدت وقصدت حذف كلمة العربي، إذ لا حدود جغرافية لحرية التعبير. فحرية التعبير هي مفهوم عالمي لا يجب أن يقتصر على الوطن العربي. حرية التعبير هي الضامن الأساسي لاستقرار كل الأوطان، مهما كان جنس أو عقيدة أو لون شعوبها. ثم أود أن أقول، لسنا دعاة حرية تعبير شمولية تسمح للإنسان أن يتطاول على أي كائن ويتخذ من حرية التعبير عنوانا للتجريح وتجاوز كل الخطوط. لا، نحن نطالب بحرية تعبير مسؤولة، حدودها وضوابطها تنبع من الأفراد نفسها، ولو قيدها القانون فيقمعها ويسلبها. حينها نعود لنستشهد بقول جورج واشنطن: إذا سلبنا حرية التعبير فسنصير مثل الدابة البكماء التي تقاد إلى المسلخ. وما أظن، عالمنا العربي سيرضى بالظلم والاستبداد بعد اليوم، خاصة بعد ربيع العربي الذي شهدته عدة دول. ولا أظن سيداتي سادتي أن هناك أي فرد منكم لا يريد عالما عربيا للحريات، عالما عربيا للحقوق. من لا يريد أن يتصدى للقمع والاستبداد والظلم للعباد؟ ومن لا يريد أن يؤمن لأجيال المستقبل حياة في أوطان كريمة تحمي حقوقهم المهمة وأهمها الحق في حرية التعبير؟ ومن منكم؟